في ترشيحات الكاف لأفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نشوف نقاش الفريق الدولي حول المحترفين الجزائريين في أنديتهم. تعالوا نشوف هذا النقاش. أتمنى الجميع وضع اللايك والاشتراك فضلا وليس أمرا. شكرا للجميع. لاعب صحيح هذا الكاف عندهم مع روح أخرى. الكاف يتبعوا الكريكت الهوند باسكت شايبي ربما لاعب تنس تخرج من أكاديمية رافائيل نادال في إسبانيا وليس لعب كرة قدم. عيب لعب مثل هذا ما توضعوش في قائمة يا أخويا. ما قلناش أعطينه الجائزة, مرشح للجائزة فقط, وفيه لاعبين مرشحين أضعف منه بكثير. لا فالشايبي من يلعب في منتخب إنجلترا. ما يعجبني في هذا اللاعب هو أنه مثله هجوميا دفاعيا أيضا يقوم بمجهودات دفاعية رائعة. رأيته في العديد من المباريات حتى دفاعيا يتمتع ببنية مورفولوجية ممكن تخدم جمال بلماضي والمنتخب الوطني. هل يوظف بشكل صحيح في المنتخب؟ هل يمكننا الاستفادة منه أكثر؟ وماذا تتوقع منه في كأس إفريقيا؟ حقيقة الإحصائيات في صالحه. رأينا في كل مرمى ينقذ المنتخب الوطني, في كل مرمى يسجل أهداف مهمة آخرها هدف السنغال. في السنغال يعتبر فهد الشيبي لاعب إلي بري تظاهرة بالتظاهرات كأس إفريقيا. توظيفه منصبه الذي يلعب فيه في المنتخب الوطني يعتبر منصب حساس وحساس جدا. تكلمنا في كم من مرة أنه على لاعبين الأجنحة الدخول لمساندته لأن أسرع طريق إلى المرمى يعتبر عمق الملعب بجودة كل من رياض محرز على اليسار سواء كان عمورة بالرحمة برائمي بالليلي أي كان. لو نقترب من شيربي حنكون من بين أحسن أقول الفرق الإفريقية على مستوى الخط الهجوم. نعم رياض محرز يصبح أفضل ممرر في الدوري السعودي متجاوزا كريستيانو رونالدو 8 تمريرات مقابل 7. طبيعي بما أنه كريستيانو رونالدو هداف أكثر, رياض محرز جناح وصانع ألعاب, كان من المنتظر أن يحقق مثل هذه الأرقام لأنه لم يأتي في فترة أو بعد فترة ضعف مع مانشستر يونايتد. أتى في كامل قوته وفي أوج عطائه من الدوري الإنجليزي إلى الدوري السعودي, لذلك من الطبيعي ما يقدمه رياض محرز وسيحطم أرقاما أخرى في قادم المباريات في الدوري السعودي. نعم فاروق شافعي سجل هدفا هذا الأسبوع, تعادل ضد الأهلي, هدف تقليص ضد ضمك, هدف تقليص فارق. نعم فاروق شافعي لي مع نادي ضمك دائما يقدم مباريات في المستوى منذ احترافه في هذه الفارقة, ليس أمر جديد. مدافع هداف ممتاز جدا في الكرات الثابته, مدافع هداف ولعبت معها سواء في المنتخب الوطني او حتى في فريق اتحاد العاصمه من بين احسن اللاعبين الذين يقطعون في القائم الاول. فاروق شافعي في كل مره يعرف كيف هذا ما سمح له ما الذي يسمح له بتسجيل كثير من الاهداف لان منصبه هو منصب قراءه اللعب. حتما لما تقرأ اللعب جيدا أنت تقرأ اتجاه الكرة جيدا أيضا. نعم. كل مرة الأول من يقطع فايدة للوزيج كان يتكلم كثير من المدربين المتميزين كانوا يقولون كقلب هجوم وحتى المدافعين لكي تسجل يجب أن تقطع اتجاه الكرة لأنه من يذهب في القائم الأول هو من يأكل أولا. محمد نعم إسلام سليماني قدم تمريرة حاسمة هذا الأسبوع, فريق كوليتيبا فاز 3-0 في الدوري البرازيلي أمام نادي أمريكا مينيرو. هذا أمر جيد للناخب الوطني جمال الماضي وللمنتخب الوطني قبيل كأس أمم إفريقيا المقبلة, لأنه إسلام سليماني واحد من أهم اللاعبين حاليا في المنتخب الوطني الجزائري, واحد من المهاجمين المعول عليهم كثيرا بفضل الخبرة الكبيرة التي يمتلكها, بفضل الرصيد التهديفي الكبير جدا الذي يملكه مع المنتخب. لذلك كل تمريرة وكل هدف قبل كان الكوديفوار سيحسب لصالح الإسلام. نعم مدرب نيس فرانشيسكو فاريولي واحد من أصغر المدربين في أوروبا 34 سنة تحدث هذا الأسبوع مع بدر الدين بوعناني وطلب منه العمل على تحسين مردوده البدني والعمل أكثر على الجانب الدفاعي من أجل مساعدته على التطور والمنافسة على منصب أساسي في تشكيلة فاريولي. اليوم ما تقدرش تحاسبه حتى المركز فاريولي نعم محتل المركز الأول في ريادة ترتيب الدوري الفرنسي
بلاعبين تقريبا ما يعرفهمش، ما كاش لاعبين كبار في ناس ما عندوش اسماء. بوعناني قادر يلعب في التشكيله. اي واش راني نقول لك، قادر يلعب، لا احد يخفي انه بوعناني قادر على اللعب، ويستحق اكثر من 55 دقيقه التي لعبها منذ بدايه هذا الموسم. يلعب شويه شويه شويه، مجموعه 55 دقيقه، يستحق اكثر. لاعب ممتاز جدا، لاعب مستقبل، لاعب واعد. لكن ماذا ستفعل مع فاريولي وهو يحتل المركز الاول؟ اللاعب اللي موجود في منصب بوعناني الاسبوع الماضي سجل هدف الفوز لمصلحه نيس، يلعب كاساسي دائما. ما تقدرش تحاسب مدرب تقول نحر نتائج تخدمه، نتائج تخدمه. لذلك مع بوعناني مازال صغير في السن، ما عليه الا الصبر والعمل ومواصله العمل، وكما يقول لك ما فو با دوتي، لانه اول عدو يلعب كره قدم هو الشك. فو با دوتي، يعرف بانه بامكانه اللعب في نيس وافضل من نيس. عليه بمواصله العمل لكي لا يحدث معه ما حدث مع لاعب ربما كان افضل منه موهبه اللي هو ادمون. احمد خندوسي يسجل هدف ويسقط رفقه ناديه سيراميكا كليوباترا امام نادي الاهلي المصري 2-1 في منافسات الدوري المصري. ما يقوم به احمد قندوسي امر رائع جدا. نعلم جيدا ان تمضي في فريق مثل الاهلي وتعار الى فريق مثل سيراميكا راح يكون ضربه ممكن ذهنيه، ولكن هذا اللاعب نراه يؤدي بشكل رائع وعرف كيف يعبئ رصيده سواء مع النادي الذي يلعب فيه وحتى النادي الاهلي الذي اعاره، لانه سوف يسمح له بتغيير المعطيات من جديد وممكن العوده من موقع قوه الموسم القادم. نعم، مهدي ليريس يحصل على جائزه افضل لاعب خلال شهر اكتوبر مع ناديه ستوكسي في الانجليزي. نعم، ليريس اللي تقدم انه خرج من حسابات النخب الوطني في انتظار معرفه القائمه. تسقط اليوم القائمه. نعم، لا اظن بانه سيكون مستدعى لانه